السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرجاتكم. اليوم فيديو جديد. الفيديو اليوم راح نحكي فيه عن الجير بلعبة ماي هيرو اكاديميا ذا سترونجست هيرو. طبعا لما اقول جير بشكل عام، في كتير 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 شغلات بالجير. راح نحكي اول شيء الانهانس تبع الجير، من وين بتجيب الانهانسينج ماتيريال تبع الجير، الاويكنينج او عفوا البوست والموديفاي والسيتس والقصص كلها هاي ان شاء الله راح نغطيها، وراح نغطي الاماكن اللي ممكن تجيب الموارد هاي منه. طبعا لحتى تكونوا بالصوره، الجايد هذا لساته بعد اسبوع من اللعبه، فممكن كتير تغييرات تطرق على اللعبه او انا اعرفها. بإذن الله كل شيء جديد راح أتعلمه راح أعمل في أبديت للجايد هذا، مشان العالم اللي عم يشوفوا هذا ما يوقعوا بالغلط أو يمشوا على جايد غلط. طبعا أول شيء لما نفوت على الجير، إذا بتطلع على الجير تبعك، في فوقه علامة رقم، في تحته رقم، وفي إله لون، وفي نجوم، وفي دنيا، وأرقام كتيرة. خلينا ناخدهم شغلة شغلة. طبعا الشيء اللي مميز جدا بالجير بهي اللعبه هو انه انت ما بتكون عم تحط الجير تبعك على شخصيه، انت بتكون عم تحط الجير على الاكاونت بشكل عام. يعني اي بونص بتاخده من الجير تلقائيا بيتحول لك كل الشخصيات اللي موجودين عندك، ما بهم مين هن الشخصيات هدول، كلهم هياخدوا هذا البونص. فالحلو اذا انت اشتغلت على الجير تبعك صح، بتفيد الاكاونت تبعك كلياته. اول نقطة واهم نقطة، لا تركز على قطعة جير واحدة. المقصود انه لا تعمل انهانس، تمسك القطعة تحلبها انهانس لحتى تصير معك ولا ريسورس. لانه في شغلة كتير 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 مهمة لازم تعرفوها، انه في شيء اسمه سيت بونس. السيت بونس هذا هو البونس اللي انت بتاخده لما السيت تبعك كله يترقى بالليفل. شو قصدي بهذا الحكي؟ اذا لاحظتوا انتو عندي 6 قطع جير انا فوق ليفل 30. ليش؟ لانه لما انا 6 قطع تبعاتي هدول، اي 6 قطع مو شرط يكونوا هدول 6، المهم عندك 6 قطع، لما يرتفعوا لرانك معين اللي هو مثل ثريش هولد بسموها، بتاخد بونس سيت بيعتبر. يعني مثلا اعتقد هذا البونس سيت بيتساوى كل 5 ليفلات، مو كل 10 ليفلات. اذا عندي 6 قطع جير ليفل 5، غير الليفل اب، غير الباور اللي باخده على الليفل اب تبعهم، باخد شيء اسمه السيت باور او سيت ليفل. اذا 6 قطع هدول ليفل 5 باخد بونس، اذا سويت ال 6 قطع هدول ليفل 10 باخد بونس. عشان هيك عم لك لا تركز على قطعه واحده، لا طور القطع كلياتهم 5 ليفلات 5 ليفلات. يعني هلا هي صارت 35 رحت على اللي بعدها، بس تصير 35 بروح اللي بعدها، هيك رح تصيروا 6 35 باخذ البونص. اذا بتطلعوا على الباور تبعكم ببين معكم. والشيء الحلو هو انه هي القطعه او الليفل اب اللي عم بعمله، انا ما عم بعمله للقطعه، انا عم بعمله للمكان تبع القطعه. يعني اذا بشيل هي القطعه مثلا، لنفرض اني انا بدي احط بدالها هي، بضل ليفل 30 مع انه نزل الباور تبعي، بس المكان تبعها لساته ليفل 30. اذا بكبس هون بعمل مور ريموف، مو مبين معي شيء صح؟ باخذ اي قطعه راندوم بعمل لها اكويب، باخذ فيها ليفل 30. فانت مالك مضطر تاكل هم انه والله لا هاي القطعه اشتغلت عليها هاي القطعه، لا انت اشتغلت على المكان تبع القطعه. طبعا مثل ما شايفين successfully equipped 6 pieces of enhanced 30، شايفينها هاي؟ يعني الست قطع ليفل 30 هذا هو الانهانس ليفل 3، شايفينه ماستر انهانسر. بس يصيروا القطع ليفل 35 يمكن باخذ تايتل تاني بصير ماستر بيتا. لا بمزح. لا بس بما انه صرت ليفل 3 فهذا دليل على انه كل 10 ليفلات بتزيد الست بونس تبعك، مو كل 5 ليفلات. خلوا هذا الشيء بالحسبان. نجي على النقطة اللي بعدها. شفنا فوق الجير شو في تحت الجير ليفل. تحت الجير هذا بيعتبر مثل مثل ما كيف بدي اقول، مثل الاويكنينج تقريبا عندنا ب 7 ديدلي سينز. مو انت لما يكون عندك جير بيكون في عندك له انهانسمنت وفي عندك اويكنينج، مو كل ما تعمل اويكنينج لقطعه جير بيزيد سبستات. نفس الشيء هون، بس هون شو، هون كل 10 ليفلات بيفتح سبستات جديد عندك. يعني
لما يكون القطعة تبع الجير تبعي ليفل 20 باخد 2 سب ستاتس غير البيسك ستاتس تبعها. اوكي، البيسك ستات طبعا بيختلف من البنفسجي للاصفر، بس اعتقد حتى بين الجير والجير في عندك اختلافات بالبيسك ستات. بيعتمد هذا الشيء على البرفكشن تبع الجير تبعك، كل ما كان البرفكشن تبعه، يعني مثلا شوف هاي القطعة البرفكشن 95، هاي القطعة 96، شو هذا؟ هاي البيسك ستات تبعها 95، 22، هاي البيسك ستات 18. كريبتي فين؟ حلو، الفتوى اللي انا كنت عم بحكي فيها شكلها غلط، ما بعرف اذا علامة النجمة هاي بتعني شيء ولا ما بتعني شيء، ليش مضوية ليش مضوية، والله ما بعرف شو صار. بس المهم انه المعلومة الباقية صحيحة، اللي هي انه القطعة تبعك بيكون لها اكسترا ستاتس اللي هن سب ستاتس على حسب الليفل. ليفل 20 عليها 2 سب ستات، بروح على قطعة ليفل 30، اذا بنطلع بنلاقي 3 سب ستاتس. كل ما زاد الليفل اللي تحت هاد، كل ما بيزيد السب ستاتس اللي بتاخذها القطعة. على سبيل المثال هاي ليش عاطيني عليها علامة نجمة مثلا؟ نجي لهون نشوف. طبعا في شغلة حلوة كتير باللعبة هاي، اللي هي ترانسفير ستاتس. يعني مثلا انا عندي هاي القطعة البيسك ستات تبعها رائعة ما بدي غيره، بس السب ستاتس تبعها سيئين. وكيف انت فيك تعرف اذا السب ستات تبعها سيء او جيد؟ اذا بتكبس على السب على الجير بذات نفسه، بيبين معك انه في لون برتقالي ولون بنفسجي. بنروح على هاي بنلاقي بنفسجي، بنروح على هاي بنلاقي ازرق، بنروح على هاي بنلاقي ولا شيء لاني انا شايل الستاتس منها. وهكذا. اوطى رانك اللي هو الرمادي، ما بدون لون، نفس هيك بيجي بعده الاخضر، بعدين ازرق، بعدين بنفسجي، بعدين برتقالي، واعتقد حيكون في شيء ذهبي بالمستقبل. فكل ما تغير اللون كل ما زادت القيمة تبع السبستات. فانت فيك بهي اللعبة مثلا لنقول عندي هاي عليها سبستاتس مو كتير عاجبيني. طبعا انت ممكن تكون ما بتعرف شو هي التناسيتي وشو هي الكريت دامج وشو هي المدري شو. اذا حابب تعرف هاي القصص تفوت على الهيرو، تروح على الديتيلز. شو بدنا نشوف مثلا؟ بنتريشن، هات لنشوف. نكبس عليها اتاك اجنور انيميز ديفنس، تمام. يعني البنتريشن هي اللي بتتجاهل الديفنس. طيب دامج انكريز شو هي؟ افكتس ذا اكسترا دامج ديلت وين ذا هيرو اتاكس. يعني هي بتعمل انت دمج زيادة عن الدمج تبعك بنسبة 2.8%. اذا بدك تعمل 1000 بتعمل 1020 مثلا او 1028 بسبب موضوع الدمج انكريز. كريت دمج هو انك انت بتعمل كريتيكال دمج، هي بتزود لك الكريتيكال دمج تبعك 162، بما يعادل 170% من الدمج تبعك. يعني اذا انت بدك تعمل 10000 لما تعمل كريت بتعمل 17000. الكريت هي الكريت شانس، بتزود احتمالية الكريت شانس تبعك. التناسيتي هي الدمج ريدكشن، بتنزل لما هي عندنا ب 7 ديدلي سنس اسمها كريت ديفنس، انه لما واحد يكرت عليك ما بتاخذ دمج زياده. انا عم بشرح لكم طبعا كريت ريزيستنس واضحه انه ما بينعمل عليك كريت او بتقلل نسبه الكريت اللي بينعمل عليك. ليش عم بشرح هدول؟ مشان انت لما تكون عم تنقل الستاتس بالجير تبعك، لانه هون فيك تنقل الستاتس. مثلا انا والله مالي محتاج بصراحة كريت ريزيستنس، محتاج اتاك. تجي بتكبس، طبعا مو كل القطعة فيك تنقل الجير تبعه، عفوا مو كل الجير فيك تنقل الستاتس تبعه. بصراحة حتى ما اكذب عليكم ما بعرف ليش مو كل الستاتس، اعتقد لانه هي 20 وهي 30 مشان هيك ما فيني انقل منها. بس فيني انقل من 20، ما فيني، هي ما فيها اساسا سبسات لحتى انقلهم. بس هي من مثلا من 20 ل 10، يعني شوفوا اذا هي ليفل 20 ما فيني انقل لليفل 10، اذا ليفل 30 ما فيني انقل لليفل 20، لازم الليفل يكون نفس بعضه او هي ليفل اعلى من هي. ناخذ مثال مثلا هون ال 30 فيني انقل منها ل 20، بس هاد ما في استات احسن من الاستات تبعي، فمشان هيك بتوقع ما فيني انقله. بس اذا بنجي، معقول انا ما فيني انقل الستاتس من هاي لاني عملت لها موديفاي. خلينا ناخذ قطعة تانية مو عامل لها موديفاي انا، مثلا مثل هاي، ما في عندي ولا واحدة 30، هاي عندي 30. اوكي شوف، هاي فيني اعمل ترانسفير على هدول، هاي حاطين لك انه فيك تعمل ترانسفير. مثلا انا هاي شو الستاتس تبعي؟ عندي كريت دامج وكريت، في
في عندي اتاك. طبعا لما انا احط انه مثلا بدي بدل هاي بهاي وعمل هيك، بيقول لك انه هاي الحركة حتنزل لك الباور تبعك، فانت هون بتقول لا ما بدي انزل الباور تبعي. مثلا هون عندي الكريت ريزيستنس بنفسجية، اعتقد اذا ببدلها مع الكريت دامج بيزيد الباور تبعي بس بيقل الدمج. هذا الحلو انك انت فيك تختار. انا بالنسبة لي بحب انه يكون في بالانس بين الكريت تشانس والكريت اتاك والقصص كلياتها هاي، انه ما يكون عندي شيء اعلى من شيء. طيب هلا لما شرحنا انه انت فيك تنقل السب ستاتس، في عندك شيء اسمه بوست. البوست هو شو؟ هو انه الجير اللي هي النجوم اللي انتم شايفينها هون، وينها هاي النجوم، اذا بتطلع لتحت الستار ستاتس هي عبارة عن بوستات انا عاملها للجير تبعي. يعني عامل بوست 40 اتاك و240 اتش بي، هذا هو البوست اللي انا عامله بمجرد ما اني رفعت النجوم. اذا بيجي بدي اعمل بوست كمان لثلاث نجوم، برفع الاتاك زيادة 23 وبرفع ال HP زيادة 138، بحيث انه يوصل لل 360 زائد 56. ما بعرف شو فكرة انه حط، اعتقد هاي بتعتمد على الموديفيكيشن اخدين نسبة منه. ما لي فايت بالتفاصيل 100% لانه هاي كتير كتير تفاصيل دقيقة، بس الفكرة انه لما ترفع النجوم تبع القطعة تبع الجير بيرتفع هذا الستاتس اللي بتاخده منه. طبعا ممكن يكون انا غلطت بحركة اني انا عملت هاي الحركة، ممكن كان لازم اني استنى شوي لحتى اعرف اكتر عن شو اسمها، عن الستاتس والسب ستاتس والقصص. بس مثل ما شفتوا انتوا، اذا انا امتلى القطعة هاي ريموف، اذا انا امتلى هاي القطعة وحطيت اي قطعة راندوم بس تجي حتاخد نفس الستاتس، حتاخد النجمتين وحتاخد ال 31 وحتاخد الواحد. فانت ما عم تطور قطعة، انت عم تطور بيس. هاي شغلة خلوها ببالكم مشان ما تكونوا انتم مخربطين ببعض الشغلات. هلا اذا بنجي بنقارن بنطلع هاي البيس ستات تبعها اعلى من البيس ستات تبع هاي فبنحطها، بنجي بنطلع هاي البيس ستات اقل، هيك بتقارن بتشوف شو القطعة المفضلة عندك، شو الستاتس المفضلة. القطعة هي عجبتني، اوكي خلينا ننقل الستاتس تبعها، بس بما انه هي 20 وهي 30 ما فيني انقل. هاي الشغلات كلياتها بتأثر على قرارك باختيار الجير تبعك. طبعا هي رفعت لي الباور لانه هي ليفل 30. اذا انا بجي بتطلع هون، هي ما فيها سب ستات كأنه ننقله، ما في شيء احسن من اللي عندي. بس ليش انا اللي بدي افهم، وليش ما عندي القدرة اني انقل الستاتس الباقيين؟ في بعض الشغلات بصراحة حتى ما اكذب عليكم لسه لهلا مو كتير كتير فهمانه. هون احنا صرنا نعرف شو هو الجير وشو التطويرات وشو السيت بونس وشو القصص كلياتها هي، شو الليفل اللي تحت شو الليفل اللي فوق. طيب يجي واحد بيقول لك عمر، طيب انا كيف ممكن افرم الانهانس؟ هاد شوف يا سيدي العزيز، الحلو باللعبة هي بمجرد ما انت تكون بدك شغلة بتكبس بيقول لك وين بالضبط ممكن تاخذ الشغلات. طبعا هاي احد الاماكن، هذا الماركت هو الجير ماركت بسموه، او انا بسميه جير ماركت، انا ما بعرف شو بسموه. اذا بنفوت على الجير بتكبس هون بياخذك على هذا الماركت. هذا الماركت كيف بتجمع العملة تبعه؟ بكل بساطة بتروح بتشوف شو هو الجير اللي انت حلبته حلب ما عاد فيه لا سب ستات ولا بيسك ستات، بتبيعه مثل ما شايفين هون انتو. اذا ببيع هدول القطع بصير معي هذا المبلغ، هذا المبلغ فيني استخدمه بالشوب هون، يا اما بشتري هاي يا اما بشتري شغلات تانية، بشتري اللي بدي اياه. نصيحتي انا شخصيا لا تشتروا هاي، او لا تشتروا هدول التنتين اللي هون 100% لا تفكروا تشتروا. احسن شيء ممكن تشتروه هو هاي وهي وهي، هدول ثلاث شغلات هن احسن ثلاث شغلات ممكن تشتروهم من الشوب هذا. طبعا لا تعملوا سيل للجير تبعكم الا لحتى تتاكدوا انه ما في لا سب ستات مفيده ولا اي شيء مفيد. خلاص الجير يصير هيك. خليني اشوف لكم شيء قطعه جير عندي مثل قلتها تماما عشان يبين معكم بالضبط شو احسن. هاي مثلا، هاي ما في منها اي نوع من الفايدة، لا فيها سبستات ولا بيسك ستات مرتبة، ما في شيء. فهي فيني بيعها وانا مرتاح تماما، ولما بيعها بجي لهون بقدر استبدل هذا بشغلات ممكن استخدمها بالفارم. هاي اول مكان ممكن تجيبه منه القطعة تبع الانهانسمنت. اذا بنكبس لهون بنشوف
المكان طبعا هي مثل ريسيت او شيء او سوري ويكلي تقدروا تاخذوها. المكان الثاني اللي هو المول، هذا اوعكم تفكروا تشتروا منه لانه هذا بجيم باد، لا تفكروا تفكير انكم تشتروا منه. الحبه ب 30 جيم، اقسم بالله انا مستعد اروح فرن 100 حبه وبيع الوحده ب 10 جيم باد اذا فيني استخدمها. ابدا ابدا مو نصيحه تروحوا تفرموها من هنيك. اعتقد بالنسبه لي شخصيا احسن مكان ممكن تفرموا منه الجير اللي هو اذا بنجي لهون اللي هو هاد. بس شو، لا تفكروا تفرموها قبل ما تكونوا خلصتوا المهمات واخذتوا اي عايزة، وهذا الشيء عم بحكي بالمستقبل البعيد لما تصيروا انتم مو محتاجين انكم تفرموا السبلاي. اذا بدكم تعرفوا شو الاماكن اللي تستخدموا الاستامينا تبعكم عليها، شوفوا الفيديو الماضي اللي انا نزلته على الديلي روتين، الروتين اليومي اللي لازم تتبعه مشان تطلع اكبر قيمه من الموارد باقل تكلفه. المكان الثاني اللي بتجيب منه الجير بذات نفسه، بيجي واحد بيقول لي طيب عمر عرفنا وين نفرم الجير، عرفنا نلفله، عرفنا القصص، طيب وين بجيب الجير؟ الجير يا سيدي العزيز احسن مكان تجيبه منه، وكمان حكيت بالفيديو الماضي، اللي هو الايجنسي اسيسمنت. اذا شفتوا قبل شوي اعطينا انه واحد من الاماكن اللي بجيب منها هذا هو الايجنسي اسيسمنت رانك او سيتلمنت، يعني بعد ما يصير الريست اللي هو بعد 7 ساعات على حسب البوكس تبعي. انا البوكس تبعي مثلا هذا الازرق باخذ 30 من هي، اذا كان البوكس تبعي هذا مثلا باخذ 43، بس وصل لليفل 40 بيفتح عندي صعوبه الاقوى بصير باخذ من الريورد احسن. وعلى هذا المنوال طبعا على ليفل 60 المفروض يصيروا يعطونا جولد جير، مو اس، المفروض شيء اعتقد باللعبه حيصير في شيء اسمه جولد جير والرانك تبعه حيرتفع اكثر واكثر واكثر. من هون بتجيبوا الجير، بمجرد ما تفرموا هاي الايفنت كل ما ارتفع الفلور تبعكم اكثر مثل ما شايفين انتم، كل ما بصير الريورد اللي بتاخذوها بالاسبوع على الريست احسن، وكل ما بزيدوا القيمه تبع الدروب تبعك. اعتقد فوق الفلور 10 ببلشوا يصيروا يعطوك شو اسمه جير برتقالي، فمن الافضل اذا عندك مثلا اللي هي التيكت، ما بعرف اذا بتعرفوها، اللي هي بتكون هون مثلا موجوده، بتوقع موجود عندي بالباج كونسومبلز، لا والله يمكن مو موجود هون. شو هاد افينيتي، ما بعرف اذا موجوده هون عندي، ممكن بالاذر، لا مو موجوده. هدول ما بعرف شو بدي اعمل فيهم صراحه، هاي بس بتفرج عليها بعدين بنشوف شو بتعمل. المهم بالايجنسي اسيسمنت هو المكان اللي بتقدر تجيب منه الجير، كل ما ارتفع الرانك تبعك كل ما بتصير بتاخذ شغلات احسن. هلا حاليا وينه؟ اعتقد انا وعبود فرمنا هي، وصلنا فلور 1 يمكن. شو هاد فلور 1؟ بصراحه لازم تثقف اكثر لانه في 3 انواع من الايجنسي اسيسمنت، كل وحده بتوقع على رانك مخصص فيها وإلى شغلات مخصصه فيها، يعني مالي متأكد بصراحة لسه 100% من هالقصص، لازم اتعمق اكتر. بس انا اللي متأكد منه انه هذا المكان هو افضل مكان تجيب منه جير، او بالاحرى هو المكان الوحيد اللي بتجيب منه جير على حد علمي، ممكن في اماكن تانية لسه ما عندي علم فيها بصراحة. وبس هيك بتوقع احنا شرحنا كل الشغلات اللي انا لحد الان بعرفه عن الجير. طبعا الحلو انه انا هلا حاطين هون ترانسفير ترانسفير ترانسفير، انا بيجي بطلع هون بقرر بيني وبين حالي شو الشغلات اللي انا بدي اعملها ترانسفير، شو الشغلات اللي انا ما بدي اعملها. طبعا فيكم تعملوا ترانسفير قد ما بدكم، بس دائما لما بدك تعمل ترانسفير اتاكد ان تشوف. هي مثلا انا فيني بدل الكريت دامج بتناسيتي 23، وانا متاكد انه هذا الشيء حيرفع لي السي سي تبعي، بس بصراحة عم فكر خليها لحتى جيني قطعة برتقالية ليفل 30 وحط، يعني شوفوا فقط للتعليم. اوكي الحمد لله انه ما عملته، انه طلعت تنزل هيك، يعني هذا دليل على انه الكريت دامج بيعطي سي سي اكثر من التناسيتي، والحلو انه هو ورجاني انه بينزل سي سي فما اضطريت اني خوزع حالي. هاي بنزله 2، يعني الكريت دامج فعليا من اكبر القيم. طب نشوف انه احسن الكريت ريزيستنس ولا التناسيتي، ما بعرف شو صار،
ما اعرف اذا ارتفع السي سي ولا نزل السي سي. يمكن نفس القيمة بالضبط كانت، بس يلا ناخذ كريت ريزيستنس احسن لنا من كريت ديفنس احسن من الكريت ريزيستنس، لانه كان كتير كتير قليل الكريت ريزيستنس تبعي. وعلى فكرة معلومة جانبية، الجير فيك تلفله على ضعف ليفلك، يعني اذا انت انا ليفلي 34 فيني احط وصل الجير تبعي لليفل 68، هذا الماكسيموم هيو. فكل ما زاد ليفلي كل ما صار فيني ارفع الجير تبعي اكثر. طبعا رفع الجير ابدا ابدا مرخيص، يعني هلا لساته ليفل 30 بده 13000. اذا بنيجي على الجير ال 35 وينو هاد، قديش بدي 18000 لحتى ارفعه ليفل واحد. طبعا هدول ممكن تكونوا مفكرين انه انتو عادي، بس 18000 بدك تحسبها على 7 قطع، يعني صاروا 100 وشوي، 100 وشوي الف لحتى ترفع كم ليفل قطعة، ترفع ليفل 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 على الماشي، هي 100 وشوي. اذا بدك ترفع 10 ليفلات حيكلفوا يصيروا ملايين، وانا بضمن لكم انه الجير هو حيكون اكتر شيء صعب ترفعه باللعبة، لانه لما كنت العب بليتش كنت اكتر شيء صعب اني ارفع له الليفل تبعه هو الجير. بس خلوا ببالكم موضوع السيت بونص، لا ترفعوا قطعة واحدة، وزعوا الليفل 10 10 10 10 وفيكم تتجاهلوا واحدة. مع اني انا ما بعرف ليه انا تجاهلت هاي مشان دمج ديكريس والقصص. حاولت ركز على القطعة اللي فوق، مع انه ممكن بتوقع حتى القطع اللي تحت لهم بونص خاص فيهم، بس ماني متأكد لسه، ما راح اعطيكم معلومة قبل ما اتأكد منها. اذا بقدر اذا بعمل ريموف برجع بحط القطعة ببين معي هل المعلومة تبعي صحيحة وانا عم بفتي. الواضح انه المعلومة تبعي عم فتي، فنهني ما قلت لكم. المهم مثل ما قلت لكم، انا لساتني عم بتعلم باللعبة، لساتني مو 100% متمكن من المعلومات، بس اللي اعطيتكم اياها معظم المعلومات اللي اعطيتكم اياها متأكد منها، لاني جربتها بألعاب تانية وحتى بهي اللعبة جربتها. اذا في عندكم اي معلومة انتوا بتعرفوها انا ما حكيت عنها بالفيديو، يا ريت تحكولي مشان استفيد انا كمان منها. وبس هذا هو الفيديو تبعنا تبع اليوم، شرح كامل للجير من وين بتجيبه وكيف تطوره وكيف تستفيد منه اكبر فائدة. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو. اذا استفدتم من الفيديو وعجبكم وانتم مو مشتركين وحابين تشوفوا فيديوهات اكثر على ماي هيرو اكاديميا، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي بالتعليقات تحت شو المعلومات اللي بتعرفوها على الجير، شو المعلومات اللي ما كنتوا تعرفوها عن الجير، وتضغطوا لايك على الفيديو ونشوفكم على خير.